بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذه الأيام المباركة وهذه المناسبة السعيدة أن أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منكم الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل، وأبارك لكم قدوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده. أخوكم مازن الناظر.